بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 71. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله فضيلة الشيخ. كنا مع المؤلف رحمه الله في الحلقة الماضية في حديثه في باب صفة الحج والعمرة، ووقفنا عند قوله في الوقوف بعرفة: ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، تقدم أن زمن الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس على الصحيح، أي وقت دخول الظهر، دخول وقت الظهر، ويستمر إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، ليلة العاشر. كل هذا وقت للوقوف، لكن من وقف نهارا فإنه يلزمه الاستمرار في الوقوف إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وقال: خذوا عني مناسككم. فمن دفع من عرفة قبل غروب الشمس فإن عاد إليها واستدرك وبقي فيها إلى أن غربت الشمس فلا شيء عليه، ومن استمر في الانصراف ولم يعد فإنه يجب عليه فدية، وهي والفدية أن يذبح شاة في مكة أو في الحرم ويوزعها على فقراء الحرم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومن وقف ليلا فقط فلا. أما من وقف في ليلة العاشر لم يصل إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس فإنه يكفيه أقل وقوف ثم ينصرف ولا شيء عليه. نعم، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويسرع في الفجوة ويجمع. نعم. فإذا غربت الشمس فإن الحاج يدفعون إلى مزدلفة، وسميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها، أي يدفعون إليها، وسميت جمعا لأن الناس يجتمعون فيها، وسميت المشعر الحرام لأن فيها الجبل الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم عنده. كل هذه أسماء لمزدلفة. فإذا غربت الشمس استحكم غروبها فإنهم يدفعون، أي يخرجون من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار، لأنهم في عبادة وفي وقت هو من أفضل الأوقات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة دفع بسكينة وشنق لراحلته الزمام حتى إن رأسها لا يكاد يلامس مورك رحله صلى الله عليه وسلم، وكان يشير إلى الناس بيده الشريفة ويقول: أيها الناس، السكينة السكينة.
فينبغي للحجاج أن يتأدبوا بهذا الأدب العظيم، وأن يدفعوا بسكينة ورفق وعدم إسراع وعدم مزاحمة، خصوصا في هذا الزمان الذي صار الناس يستخدمون فيه السيارات، والسيارات معروف ما فيها من الخطر وما فيها من الحوادث، فيجب على السائقين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يدفعوا برفق وسكينة، وأن يتركوا لإخوانهم الحجاج الطريق الذي أمامهم ليسيروا آمنين ويسلموا من الخطر. هذا أدب الانصراف من عرفة. نعم، أحسن الله إليكم. قولك سميت المشعر الحرام لأن بها الجبل، يأتي هذا. نعم، قال ويبيت بها وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم. نعم، فإذا وصل الحجاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يسرع إذا وجد متسعا ولا يضر بأحد، فإنه يسرع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة نص، يعني أسرع. قال ويجمع فيها بين العشاءين، يعني إذا وصل إلى مزدلفة فإنه يصلي العشاءين، المغرب والعشاء، ولا يصلي في الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يصلي حتى وصل إلى مزدلفة. فيجمع الحجاج في مزدلفة إذا وصلوا إليها بين العشاءين، المغرب والعشاء، إلا إذا خشي الحاج أن يخرج الوقت قبل وصوله إلى مزدلفة، لأن يطلع عليه الفجر وهو لم يصل إلى مزدلفة، فإنه يصلي في الطريق ولا يترك الصلاة يخرج وقتها. ثم يبيت بها، أي بمزدلفة يبيت الحجاج بها، كما بات النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة إلى أن طلع الفجر. وأما من يمر بمزدلفة مجرد مرور ويصلي فيها العشاءين ثم ينصرف، هذا خلاف السنة، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تارك لواجب، لأن المبيت في مزدلفة تلك الليلة واجب، ولا يكفي المرور كما يفعل بعض الحجاج. نعم، أحسن الله إليكم. قال وله الدفع بعد نصف الليل، ولا يجوز الدفع إلا بعد نصف الليل، أما مجرد المرور يعني يمر فيها ويصلي العشاءين ثم ينصرف، هذا خلاف السنة وخلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا انتصف الليل جاز الدفع من مزدلفة، خصوصا لأهل الأعذار ككبار السن والمرضى والنساء والصغار الذين يخاف عليهم من الزحمة في انصراف في النهار، فهؤلاء لهم الدفع إلى منى بعد نصف الليل، بعد منتصف الليل. وكذلك يدفع معهم من يحتاجون إليه لمرافقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد منتصف الليل للضعفة بالدفع منها إلى منى. نعم، أما أهل القوة فإن المشروع لهم أن يبقوا إلى أن يطلع الفجر ويصلوا في مزدلفة كما يأتي. نعم، قال وقبله فيه دم، كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. أما من دفع قبل منتصف الليل فإنه يكون تاركا لواجب، فيجب عليه فدية يجبر بها هذا الواجب الذي تركه،
فدية، يعني يذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، أو سبع بدنة، فإن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. وكذلك من تأخر عن مزدلفة ولم يصل إليها إلا بعد طلوع الفجر من غير عذر فإنه يجب عليه فدية، لأنه فاته المبيت وفاته واجب من واجبات الحج فيجبره بفدية. أما من لم يصل إليها إلا بعد الفجر لعذر منعه وحابس حبسه فإنه لا حرج عليه. نعم. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو. نعم. حتى يسفر. نعم. والسنة لمن صلى الفجر بمزدلفة، السنة له أن يقف بعد الصلاة ويدعو الله سبحانه وتعالى في المزدلفة، وإن ذهب إلى الجبل، جبل المشعر الحرام المسمى بجبل قزح الذي عليه المسجد الآن، فإن ذهب إليه ووقف عنده فهو أفضل، وإن دعا الله وهو في مكانه الذي بات فيه من مزدلفة فإن هذا جائز وكافي، والحمد لله لقوله صلى الله عليه وسلم لما كان في مزدلفة: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فالمهم أنه يدعو، يستحب له أن يجتهد في الدعاء بعد صلاة الفجر حتى يسفر جدا، ثم ينصرف من مزدلفة إلى منى قبيل طلوع الشمس. نعم. قال: أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره. نعم. أو يعني يرقى الجبل، أو يقف عند الجبل مستقبل القبلة ويدعو الله ويحمد الله ويكبره، يعني يقول الحمد لله الله أكبر، ويقرأ هاتين الآيتين وهما قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، ثم يدعو بما تيسر له من الدعاء. نعم. فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر. فإذا دعا في المزدلفة بعد صلاة الفجر فإنه ينصرف قبل طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف منها قبل طلوع الشمس مخالفا بذلك للمشركين، فإن المشركين كانوا يقفون بها إلى أن تطلع الشمس ولا ينصرفون إلا إذا طلعت الشمس، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع من مزدلفة قبل غروب الشمس. فإذا أتى الحجاج على وادي محسر، وهو واد يفصل بين منى وبين مزدلفة، وهو برزخ بين المشعرين، ليس هو من منى ولا من مزدلفة، فإنه يسرع في هذا الوادي، سمي محسرا لأنه يحسر المار به، يعني يتعبه في الإسراع، قيل لأن هذا الوادي هو المكان الذي نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل الذين جاءوا لهدم الكعبة، فالله جل وعلا أنزل عليهم العذاب في هذا المكان، والمسلم إذا مر بأمكنة العذاب فإنه يسرع ولا يتريث فيها خشية أن يصيبه ما أصاب المعذبين. نعم. وهذا الوادي ليس بالعريض، ولهذا قال: قد رميت حجر. نعم. قال: وأخذ الحصى وعدده 70.
بين الحمص والبندق. نعم، يأخذ حصى الجمار من طريقه ما بين مزدلفة ومنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن أخذ الحصى كله للأيام كلها وعدده 70 لمن أراد أن يتأخر، أو 49 لمن أراد أن يتعجل، إن أخذه كله من مزدلفة أو أخذه من الطريق ما بين مزدلفة ومنى أو أخذه من منى، فكل هذا جائز والأمر واسع والحمد لله. الحمد. ولكن الأولى أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأخذ 7 حصيات ليرمي بها جمرة العقبة، وأما بقية الحصى فإنه يأخذها من منزله في منى أو من أي مكان في منى كل يوم بيومه، لأن هذا أيسر له، ولا يلزم أن يجمع الحصى جميعا ويلقطه أن يلقطه جميعا من مزدلفة، بل يأخذ الحصى من جميع من مزدلفة أو من الطريق أو من منى، الأمر في هذا واسع. ثم ذكر مقدار الحصى الذي يرمى به، قال بين الحمص والبندق. الحمص هو الحب المعروف، والبندق هو شيء يرمى به، يعمل من الطين، يعمل من الطين يرمى به الطيور، وهو أكبر من الحمص بقليل، فلا يبالغ في الحصى ويأخذ حصى كبارا، أن هذا من الغلو، بل يأخذ حصى على قدر أكبر من الحمص أو حب الفول بقليل. هذا الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم لما لقط له ابن عباس هذه الحصيات التي هي أكبر من الحمص، أخذها صلى الله عليه وسلم وقال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم فالغلو، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فلا يرمي بحصى كبار لأن هذا من الغلو، ولا يرمي بحصى أصغر من الحمص لأن هذا خلاف السنة، وإنما يأخذ قدر الحصى الذي وصف في الحديث والذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخ، في الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل للضعفة ومن معهم في مثل هذه الحملات، إذا كان في الحافلة ضعفة وأصحاب الضعفة وحجاج أقوياء هم معدودون معهم في الحملة في الحافلة الخاصة، يدخلون في حكمهم؟ من كان قويا ولا يحتاج إلى الدفع فإن الأولى له أن يبقى في مزدلفة، فإذا أصبح ودعا ينصرف إلى منى، يمشي على قدميه أو يركب مع السيارات بالأجرة أو يركب مع أحد يعرفه من معارفه وغير ذلك. وأما الضعفة ومن يحتاجون إليه لخدمتهم فإنه ينصرف معهم ويكون حكمه حكمهم. نعم. حسن الله إليكم. قال فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها 7 حصيات متعاقبات. فإذا وصل إلى منى وحدودها ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة، قلنا فيما سبق إن وادي محسر فاصل بين المشعرين، لا هو من مزدلفة ولا هو من منى، فحدود منى إذن من نهاية وادي محسر مما يلي منى ويمتد إلى جمرة العقبة، كل هذا منى، وهو الفج الذي بين الجبال كل هذا منى، وما أقبل من الجبال المطلة عليه من جميع الجوانب كله من منى. وأما ما بعد جمرة العقبة فإنه خارج منى، وكذلك ما كان
من وادي محسر وما بعده من جهة مزدلفة فإنه ليس من ميناء، هذا هو ميناء. فإذا وصل إلى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى الأخيرة مما يلي مكة، سميت بجمرة العقبة لأنها كانت تحت طريق يصعد في الجبل، والعقبة هي الطريق في الجبل. هذه جمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى، ولا يرمى في يوم العيد غيرها، فإذا وصلها فإنه يرميها بسبع حصيات. نعم، أحسن الله إليكم. قال: يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاه. صفة الرمي أن يرمي الجمرة بسبع حصيات، يرميها ولا يضع الحصيات وضعا في الحوض، في حوض الجمرة، فإذا وضعها في الحوض فإن هذا لا يكفيه لأنه لا يصدق عليه الرمي، بل يرميها رميا بأن يرفع يده مع كل حصاة ويبالغ في الرفع حتى يرى بياض إبطه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا أقوى في الرمي. متعاقبات واحدة بعد الأخرى، فلو رماها دفعة واحدة، لو رمى الحصيات مرة واحدة لم يجزئه إلا عن حصاة واحدة فقط، بل لا بد أن تكون كل حصاة منفردة في الرمي، ويتعاقب الحصى إلى أن يكمل سبعا. ويكبر مع كل حصاة بأن يقول الله أكبر، هذا سنة. نعم. ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانية. لا يجزئ الرمي بغير الحصى، فلو رماها بقطع حديد أو رماها بقطع خشب أو رماها بقطع من الطين أو بزجاج فإن هذا لا يجزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال خذوا عني مناسككم. وكذلك لا يجزي الحصى الذي رمي به واستعمل قبله، لأنه استعمل في عبادة فلا يرمى به ثانية، مثل ماء الوضوء، إذا توضأ به إنسان فإن ما تساقط من أعضاء المتوضي لا يستعمل مرة ثانية في وضوء آخر، لأنه أصبح ماء مستعملا. وهذا يصدق على ما كان من الحصى في الحوض، في حوض الجمرات، فلا يأخذ من حوض الجمرات ويرمي. أما إذا أخذ من بطن الوادي أو مما تساقط في الأرض ورمى به فلا مانع، أما أن يأخذ من الحوض ويرمي به فهذا لا يجزي. نعم، أثابكم الله. قال: ولا يقف بعد رمي جمرة العقبة كما يقف بعد الجمرتين الأوليين كما يأتي، بل ينصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد رماها وانصرف ولم يقف للدعاء بعدها. نعم. ويقطع التلبية قبلها. نعم، يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقبة. المحرم لا يزال يلبي منذ إحرامه إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة، فإذا شرع انتهى وقت التلبية، لأنه شرع في التحلل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. نعم. قال: ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل. غير أصحاب الأعذار يرمون بعد طلوع الشمس، أما أصحاب الأعذار فيجوز لهم الرمي بعد منتصف الليل، إذا انصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل جاز لهم الرمي، لأن أم سلمة أفاضت من مزدلفة بعد منتصف الليل ورمت الجمرة. أما الأقوياء فإن الأحوط لهم
أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رموا بعد منتصف الليل أجزأهم ذلك، لكنه خلاف الأولى. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. مستمعين الكرام، كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.